وَمَا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل. السائل يقول: إذا أمرتني أمي بتطليق زوجتي وأنا أرى أن زوجتي مطيعة لله ورسوله، هل أطيع أمي أو لا أطيعها؟ إذا لم تكن زوجتك ظالمة لأمك فلا تطيع الأم في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن تشتت الأسر وأن يشتت الأبناء والبنات والنسوة ناقصات عقل ودين كما لا يخفى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا إن شاء الله يعني بأمر الله طالعة الحج السنة دي وأنا لابسة النقاب، فأنا اعرف كنت انا طلعت عمره قبل كده ويقولوا لي ايه المفروض ان انت وانت بتطوفي حوالين الكعبه ترفعي النقاب، وناس تقول لي لا المفروض تنزليه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فالممنوع النقاب الذي هو الفتحات امام العين، ففي الحديث وروي مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن إن أزدلت المرأة سدلا خفيفا على وجهها بغير النقاب جاز، لحديث أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حازينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا شيخ. نعم. جوزي قال لي انت طالق لو كلمت اختي، وبعدين لما انا قعدت معاه كده قال لي، لما انا قعدت معاه قال لي خلاص انا ما كنتش، انا كنت بهددك بس، وبعدين لما انا رحت عند اختي قال لي لا ما تكلميهاش، وائل يمين هيقع على كل. وبعدين هو قال لك انت طالق؟ هتكوني طالق لو انت كلمتيها. لا، طلاق معلق ويكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفك يا سيدنا؟ نعم. نحبك في الله. نعم. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. إن شاء الله مسألة واحدة يا شيخ. تفضل. مسجد مبني ثلاثة أدوار، الدور الأول مصلى للرجال، الثاني يريدون أن يجعلوه مستوصفا أو مستشفى، والثالث للنساء، وهناك فاصل بينهم هذا الدور الثاني المستوصف أو المستشفى، هل يجوز الصلاة للنساء مع الإمام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول: مسجد الطابق الأول مسجد، الثاني مستشفى، الثالث نساء، هل يجوز اتمام النساء بالرجال مع هذا الفاصل؟ إذا كان الصوت واصلا فلا بأس، والله أعلم. وقد جوز العلماء أن يكون
بين المسجد ومسجد النساء فاصل من شارع أو نحو ذلك أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت عن الشيخ حضرتك، أنا بحلم بتعابين وبشوفها يعني بعيني من غير الحلم، يعني ممكن أشوفها كده قدامي على التلفزيون كده. على كل حال، على كل حال الثعابين في المنام ليست بمحمودة، وتعوذي بالله من شرها ولا تحدثي بذلك أحدا، وقومي صلي لله ركعتين. بارك الله فيك، وتعوذي بالله من شر الشيطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال كذا، عندي سؤالين يا شيخ، ربنا يبارك فيك وفيك، تفضلي. أما يكون الأم فقيرة والابن أشد فقرا، فهل إذا أنا يعني منعت مثلا منه حاجة أكون بخيلة مثلا لظروفي الخاصة؟ ده سؤال. عفوا، من الفقير الآخر؟ السؤال الثاني. لا عفوا، الأم فقيرة ومن الآخر الفقير؟ ابني أشد فقرا مني. ابنك يعني انت الام وال... الاب. فانا هل انا لو مثلا اديته اللي قدرت عليه ومنعت مثلا جزء تاني هكون بخيلة؟ الام فقيرة والابن اشد فقرا منها. الابن متزوج ولا غير متزوج؟ ابني متزوج ومعاه اولاد. الام فقيرة. السؤال التاني، الأم فقيرة وابنها أشد فقرا منها ومتزوج، هل لو منعت عنه شيئا تكون بخيلة؟ لا تكوني بخيلة، لكن سددي وقاربي. بارك الله فيك، يعني شوية شوية كده، لكن لا تكون بخيلة، لأن النبي قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وهذا أيضا لا تعولينه أنت، فلست ببخيلة ولكن سددي وقاربي. السلام عليكم. طب السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، انا كنت رايحة طبيبة اسنان وديت لها 2500 علشان تعملي طقم اسنان، وبعدين اتبقى علي 1000 جنيه، اديتني طقم الاسنان على اساس ان انا هسد بعد كده، جيت البسه لقيته بايظ خالص، والناس كلهم قالوا لي الطقم الست دي الدكتورة دي ما بتعرفش تعمل طقم خالص، وكل اللي بيعمل عندها طقم بيرميه. فرجعت اقول لها وقلت لها اديني فلوسي، ما منع مني الفلوس، وبتقول لي انت كده اعمالك اوحش من اعمال اليهود ومش شايله منها حاجه، هل انا ظالمه ليها؟ هذه المساله ينظر اليها اطباء اسنان عدول، هم الذين يقدرون وجه الخطا ووجه الصواب في هذه العمليه، وهم الذين يحكمون، لا تسمع كلام الناس، انما اطباء عدول وسط من أهل الخبرة والديانة هم الذين يقومون ويقولون حقك كذا وحق الطبيبة كذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صبرك لو سمحت يا شيخ، بس بس آية الكرسي بعد الصلاة، اللي سمحت لي ضعيفة يعني. عفوا، قرأت آية الكرسي بعد الفرض. والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، لا إله إلا الله الحمد لله والحمد 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 لله. تسأل عن آية الكرسي بعد كل صلاة من المكتوبات، تقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، هل هذا الحديث ثابت؟ أقول الحديث فيه وجهان للعلماء، يحتمل التحسين ويحتمل التضعيف للخلاف في بعض رجاله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، عشرا بعد الفجر ثابتة وبعد المغرب كذلك، أما رواية قبل أن يثني رجليه فلا تصح.
رفع الأعمال في شعبان لم يثبت فيه خبر فيما وقفت عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم تفضلي. عندي سؤال لو سمحت. أنا كنت عندي حاجة يعني كده، وقلت إن شاء الله لو حصل هحط مبلغ معين للمسجد، فبعد يعني لسه ما دفعتهوش، بس يعني في واحدة جات لي يعني ابنة حالته تعبانة جدا ومحتاجة فلوس، هل ينفع إن أنا أدي له جزء من المبلغ ده أو لازم أدفعه في المسجد زي ما أنا قلت يعني؟ كانت إيه صفة النذر بالضبط؟ إن أنا أدفع مبلغ معين يعني في المسجد لو ربنا كرمني بزوجة حاجة معينة. إذا نظرتي، إذا كان نظرا ونظرتيه للمسجد فلا يجوز أن تعطيه. أنا قلت إن شاء الله لو حصل هحط يعني كالنذر يعني، ولا ليس بنذر؟ النذر إن شاء الله. نذر يبقى للمسجد، لا تعطيه لأحد غير المسجد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول سؤال يا شيخ، عندي مثلا ممكن أصلي فجر وبعد الفجر ببقى نعسانة وكده، فممكن أنام على السرير وأقول على جنبي يعني أذكار الصباح، هل يجوز؟ نعم. يعني بصلي الفجر. إيه؟ وبعد بصلي صلاة الفجر. أيوه. وبنام على طول يعني، فبقعد ببقى نعسانة وكده، وأنام على جنبي كده بقول أذكار الصباح. يعني بعد ما تنقضي صلاة الفجر تنامين ولا ايه بالضبط؟ ايوه بنام يعني، ممكن انام على جنب كده واقول اذكار الصباح وانا نايمه. يعني بتنامي في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بنام بعد صلاة الفجر يعني، بصلي الفجر واروح نايمه. النوم بعد صلاة الفجر جائز مع الكراهة. بقول اذكار الصباح وانا نايمه على السرير على جنبي يعني. بقول لك يعني تقولين اذكار الصباح وانت على السرير لا بأس. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيجوز لك أن تذكر الله بأذكار الصباح والمساء وأنت على جنبك على السرير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا الحاجة رحمة. نعم. عليكم السلام. نعم. عايز أسأل شيخ. ما السؤال يا أختي؟ انا ما بصلي في حاجه بتمنعني من الصلاه. اما تيجي تصلي حاجه تمنعك من الصلاه؟ تعوذي بالله من الشيطان الرجيم يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا الله خير وبارك الله فيك. وفيك تفضل. الشيخ ما ياسر جزاك الله خير. السؤال الاول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رمضان اوله رحمه اوسطه مغفره واخره عتقه من النار؟ السؤال الثاني، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يعتق في كل ليله يعني عدد معين من الرقاب؟ السؤال الثالث، بارك الله فيك، هل الثواب يعني تضاعف في شهر رمضان؟ والحديث اللي هو فريضه في رمضان تعدل 70 فريضه فيما سواه. السؤال الرابع والاخير، بارك الله فيك، صلاه التراويح الافضل تصلي في البيت ام جماعه في المسجد؟ جزاك الله خير. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. أما الحديث الوارد في شأن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار فلا يصح. الحديث إن الله يعتق كل ليلة في رمضان كذلك لا يصح. حديث الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه والنافلة فيه تعدل فريضة فيما سواه لا يصح. صلاة الأخير صلاتي، صلاة التراويح في البيت أفضل أم في المسجد؟ في كل خير، إذا كنت تستطيع إقامتها في البيت بصورة متقنة طيبة فصلاتك في البيت أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما إن لم تكن تستطيع ذلك وتخشى على نفسك أن تضيع الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والله أعلم. ها
حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث ثابت صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم وقت يا شيخ. نعم امبارح كان 15 شعبان ولا النهاردة يا رب 15 شعبان 14 النهاردة ليت هذه متفاوتة في بعض الأقطار في قطر من الأقطار رأوا الهلال مبكرين عنا فاليوم عندهم تم 15 أما عندنا في مصر فغدا المتمم 15. السلام عليكم. في سؤال تاني بعد إذنك. نعم برضو حلف عليا برضو بالطلاق يا شيخ إن أنا ما يعني علي الطلاق ما أحضرش أي مناسبة عند أهلي. على كل إن أراد أن يتراجع فيكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين بارك الله فيك. يعني ما تحسبش طلقة يا شيخ؟ إن أراد أن يرجع عن كلامه آه فيطعم 10 مساكين ويقول لك اذهبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بالنسبة للختان البنات هو ختان الإناث لا بأس به بل من العلماء من يستحبه بل منهم من يجيبه حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ولأن الختان كان موجودا في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم إن الطبيبة لها رأي فيه فبعض البنات تحتاج إلى ختان وبعضهن لا تحتاج إليه فنظر الطبيبة المسلمة الثقة هو الذي يحدد لنا المسألة بالنسبة لكل فتاة على حدد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك وفيك يا معلش يا شيخ هو بالنسبة للأمر إن يعني الحكم في السيدة يعني معاها 4 بنات وفي سمعت إن في عملية كده تحديد نوع الجنين فهل يجوز يا شيخ تعملها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد تسأل عن أدوية أو عملية تجرى لتحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى أقول وبالله تعالى التوفيق أولا على الفاعلة لذلك أن توقن تمام اليقين أن الأمر كله لله وأن هذه أسباب فقط وإلا فالله يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إذا قوي هذا المعتقد واعتقدت أن العملية التي ستجريها من باب الأخذ بالأسباب فقط فلا بأس بذلك كنوع من أنواع التداوي والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك كيف؟ الحمد لله تفضلي. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. وياك ربنا يعزك يا شيخ. حضرتك عندي 3 أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأولاني حضرتك أنا مطلقة من يعني تقريبا بقالي سنة فحضرتك يعني العدة أنا ما نفذتهاش لأن أنا معايا أطفال صغيرين نعم وأنا معايا أطفال صغيرين 2 صغيرين فأنا اللي كنت بودي المدارس وأجيب وكده ما كنت يعني أنا لوحدي مطلق يعني مطلقة أنا مطلقة منذ سنة وبعد أنا حضرتك ما نفذتش العدة شهور العدة أنا ما قعدتهاش في البيت لأني أنا جهلا يعني وليه يعني لم تعتدي في المنزل جاهلة أو عالمة لا ما نفذتش العدة شيخ لا أيوة يعني أنت موظفة واعتدت لا انا مش موظفه انا حضرتك انا اللي انا برايا اطفالي ومحدش غيري بيراعيهم ووالدي ووالدتي برضه مقيمين فانا اللي كنت براعيهم واشوف حوائجهم وكده فانا ما قعدتش ما شهور العده ما قعدتهاش في البيت على كل حال طيب اصبر علينا في الاجابه اولا المطلقه طلاقا رجعيا يجب ان تعتد في بيت الزوجيه قول الله تعالى واتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن
فلا من حق الزوج أن يخرجها إلا إذا جاءت بفاحشة مبينة، ولا من حقها أن تخرج. لكن الأخت كانت ترعى والديها المسنين فخرجت ولم تعتد. استغفر، لم تعتد في البيت، استغفر الله وتوبي إليه، والله قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. السلام عليكم. دكتور مصطفى ازيك؟ الحمد لله، اتفضل. والله حضرتك دلوقتي مراتي والده يوم 22 رجب من حوالي 22 يوم تقريبا، فالوقتي هي بتنزل عليها يوميا يعني نقطه دم كده يوميا، يعني مثلا من الساعه 7 الصبح بتفضل عليها لغايه ثاني يوم مثلا الساعه 7 الصبح ما بتنزلش حاجه. فالوقتي هي مثلا لو هتطهر تطهر مثلا ولا حاجه وتصوم؟ لو لا لا، هل في عفوا هل هناك دم ينزل عليها الان؟ او عليها لا ما بتنزل، ما ينزلش يعني في الدم ما زال ينزل او انقطع؟ لا، هو الدم بتنزل نقطة الصبح وخلاص تفضل لتاني يوم ما ينزلش حاجة تاني. لكن تاني يوم ينزل أيضا دم ولا لا؟ لو ممكن ما ينزلش وممكن ينزل. على كل إن إذا كان دم الحيض ينزل ما زال ينزل تنتظر حتى ترى الجفوف أو القصة البيضاء، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ لو سمحت. نعم أيوة حضرتك، كنت عايز أسأل سؤال. تفضلي. هو أنا متزوجة وعندي أولاد، بس أنا بشتغل، أنا موظفة، فزوجي عايز يخليني ميبقاش فيه أي علاقات اجتماعية مع أي حد تماما. نعم. أي نساء. عفوا، مش عايز ان انا يبقى لي اي علاقه باي حد، لا جيران ولا اصحاب ولا معارف ولا اي حد، حتى بعد ما تزوجت بيخليني ان انا لو رحت مع ابويا ماليش دعوه باي حد من قرايبي ولا اصحابي ولا جيران ولا اروح عند حد نهائي. فهل هذا يجوز؟ يعني انا ماليش اي حقوق نهائي في اي علاقات اجتماعيه. يعني زوجك، انت متزوجه رجلا وموظفه ويمنعك من الاتصال بأي شخصية، لا أهلك ولا جارة ولا شيء هكذا؟ لا، هو أنا بروح عند أهلي كل 15 20 يوم، بس ما فيش أي خالص، يعني أي حد قريبي، أي حد على كل حال غير بيت أبويا بس فقط. على كل حال أنت ابتليتي بمثل هذا الزوج، أخشى يكون شكاك ولا مشكلة، لكن على كل حال اصبري وسيجعل الله بعد عسر يسرا. السلام عليكم. يعني السيدة عائشة كانت لها صديقات، والسيدة خديجة كانت لها صديقات، وعموم أزواج رسول الله كنا لهن صديقات من النساء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم يا مولاي. عليكم السلام ورحمة الله. وكنت بستفسر بس عن حضرتك، هل يجوز ان ننزل الاستفتاء على الدستور ولا يبقى حرام لو نزلت؟ ها؟ لو نزلت نستفتى على الدستور يبقى حرام ولا ننزل عليه؟ والله يا اخي أنا شايف الدستور من أصل هذا الدستور والذي قبله والذي قبله بها محاذير شرعية كبيرة جدا، ليست على هذه التعديلات. أصول الدساتير كلها في كثير في أكثرها بعد كبير عن كتاب الله وسنة رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أستاذ مصطفى. نعم. أسأل حضرتك سؤال، بالنسبه مثلا الطفل اللي مثلا هل يجوز من المنازل عليه في المسجد؟ بالنسبه لماذا؟ عفوا، لو طفل صغير هل يجوز النداء عليه في المسجد؟ لا، يعني طفل صغير عنده مثلا 3 سنين، طفل صغير مفقود؟ يعني لا، مش المفقود، ما هو بينادى على المفقود مثلا، مفقود او موجود، يعني مثلا لو موجود
الموجود فيه خلاف شوية، الموجود فيه بعض الخلاف، لكن المفقود من العلماء من يدخله تحت الضالة ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فإن انشدوه خارج المسجد أفضل، وبعدا عن الاختلافات. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. حضرتك أنا سألت حضرتك عن جملة أحاديث عن صحتها، يعني آية الكرسي و طيب جاوبناك عليها الحمد لله. أيوه أيوه يا شيخ. وفي أخ بعد كده سأل حضرتك عن شهر رمضان أوله رحمة وإن لله عتقاء في كل ليلة، حضرتك قلت الأحاديث دي مش صحيحة يعني. نعم. إحنا كل أحاديث يعني بنقعد مع نساء وبنقرأ الأحاديث دي يعني من في مشايخ قالوا بيها يعني، فاحنا كنا بن بن مع النساء يعني في مجالس العلم يعني بنقولها من باب الوعظ يعني. خلاص المهم المهم الأحاديث ضعيفة الأسانيد. قد يكون ضعيف الإسناد ولكن لمعناه شاهد، لكن عموما هي ضعيفة الأسانيد. إن كنت علمت ناسا بعد ذلك على سبيل الترغيب والطريب بعد ذلك انتهي وأصلحي من شأنك، كلنا كل يوم نتعلم جديد. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الجاري كل سنة طيب. الحمد لله تفضل. والله يبقى حضرتك يا فندم، أنا كل ما بتوضى بنزف من مناخيري. نعم. من أنفي يعني. عندي نزيف. نزيف من مناخيري كل ما بتوضى. نزيف؟ نزيف نزيف دم من مناخيري وأنا بتوضى، فهل هذا يفسد الوضوء؟ النزيف الرعاف من الأنف؟ لا تمام يا فندم. لا نعلم دليلا على أنه ينقض الوضوء، إلا أن ابن عمر كان إذا أصابه رعاف وهو إمام يذهب يتوضأ ويرجع ويبني على ما سبق أو هو مأموم، لكن ما عندي دليل يفيد أن الرعاف نزيف الأنف يبطل الوضوء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة شيخنا. نعم. والله أنا زوجي متوفي وأنا في العدة. نعم. وبنتي هتولد، زوجي متوفي. الله يرحمه. وأنا في العدة. الله يرحمه. وأنا في العدة حاليا. وبنتي يعني قدامي على شهر رمضان أخلص العدة، وبنتي قدامها أيام وتبلي. هل ينفع إن أنا أروح أكمل العدة عندها؟ تروحي فين؟ عفوا تروحي فين عفوا؟ عند بنتي. يعني بنتي هتولد. يعني أنت الآن زوجك مات رحمة الله عليه. أوه. وأنت في العدة وابنتك زوجها قد مات. عفوا ابنتك تلد. تلد تلد. تلد. أيوة. تلد. هل يجوز أن تذهب المرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها لخدمة ابنتها التي تلد؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، واختاروا رأي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها القائل بالجواز، وهي وعلي وابن عباس وجابر. نعم من العلماء من يمنع كابن عمر وعمر بسند في مقال عنه وابن مسعود وعثمان، كان اختار رأي السيدة عائشة رضي الله عنها، قد كانت تخرج نسوتها وهن في العدد من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. ويقوى قول أم المؤمنين عائشة بعد تضعيف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فعليه أختار لك الجواز والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل عام حضراتكم بخير. وأنت طيبة يا أختي. ربنا يجعلك من ورثة العلماء، من ورثة الأنبياء إن شاء الله تعالى. وإياك والسامعين والسامعات يا رب. بقول لحضرتك أنا في عايز أعرف الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها سيدنا إبراهيم. هما بيقولوا في 5 في الرأس و5 في الجسد. طبعا في ناس بيقولوا لا الكلام دوت معقولة ربنا يبتلي نبي ب5 في الرأس و5 في الجسد؟ اللي هي 5 على الفطرة. طيب. فهل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني انا بمسح على الشراب الثقيل بس في قطع من تحت، هل يجوز؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه السلام؟ الذي عليه الأكثرون
أن هذه الكلمات الأوامر والنواهي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر ونواهي فأتمهن أي فقام بهن حق قيام، قام بهن حق قيام، فلما قام بهن حق قيام قال الله له إني جعلك للناس إماما. ما الأوامر والنواهي؟ الأوامر والنواهي منها أمره بذبح ولده، منها خصال الفطرة أمره بالختان اختتن عبد 80 سنة، أم ألقي في النار فصبر عليه الصلاة والسلام فابتلي بعد، فهي كل الأوامر والنواهي التي أمر بها إبراهيم أو نهي عنها إبراهيم، هذه الكلمات دخل فيها خصال الفطرة المذكورة على رأي لبعض العلماء، أما التي تمسح على الجورب وبه قطع أنصحها بعدم ذلك، لأن أصل مسألة المسح على الجورب فيها نزاع من أصلها، ثم الثقب والخرق يزيد الرأي القائل بعدم المسح قوة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم تفضل. حضرتك التصويت على الدستور يا أخي الكريم أجبنا مرارا، لي مؤلف في هذا الباب. الدساتير يا جماعة يا أهل الإسلام بعيدة بعدا كثيرا عن كتاب الله وسنة رسول الله من زمن، ليس هذا الدستور الحالي وليست التعديلات، هذه الدساتير برمتها بعيدة كثيرا عن كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام، بعيدة كثيرا عن الكتاب والسنة، فنحن يفترض أننا نتحاكم إلى الكتاب والسنة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا، كل عام وانت بخير. وانت طيب يا اخي. نبي يا شيخنا القتل الخطأ يا مولانا. نعم. القتل الخطأ. سواء 60 يوم ولا شهرين متتاليات يا مولانا. القتل الخطأ على القاتل، على عصبة القاتل دية. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فالدية تتحملها العصبات، عصبات القاتل ليس القاتل فحسب، إنما العصبات كلها تشترك في دية قتل الخطأ، ومقدارها عند أهل الإبل 100 من الإبل، ومقدارها عند أهل الورق والعملات 36 كيلو جرام فضة، هكذا بنحو قضى عمر على مرأة من الصحابة، وهذا الذي يتبناه الأزهر في مصر تقريبا 36 كيلو جرام فضة. السلام عليكم. فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، من لم يستطيع صيام الشهرين متتابعين هل يطعم 60 مسكينا؟ ليس هناك نص، فهي اجتهادية، بعضهم يرفضها وبعضهم يأباها وبعضهم يجوزها، أعني الذي عجز عن الدية وعن الصيام، هل يطعم 60 مسكين؟ فالعلماء لهم وجهان، ولم يذكر الله في كتابه في شأن القتل الخطأ الإطعام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. تفضلي يا أختي. بعد إذنك، أنا جوزي حلف عليا بالطلاق، قال لي عليا الطلاق بالتلاتة لأتجوز عليكي، وهو الوقت متجوز، يعني إحنا كنا متخانقين مع بعض. يكفر كفارة يمين، قال لامرأتي علي الطلاق بالتلاتة لأتجوز عليكي في أثناء مشاجرة والآن لم يتزوج، يكفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما وما بعرفش أصوم. ها؟ مش عارفة بقى أعمل إيه. ما بتعرفيش تصومي؟ ايه يعني بتجيني كذا يوم، يعني 10 ايام، ايه يعني نفسي اصوم في رجب وشعبان وكده، ما بعرفش.
لمرض ولا للحيض النزيف ولا ايه بالضبط؟ ما المانع؟ يعني هي بتجيني كثيرة وانا يعني اذا جاءت الحيضة امتنع عن الصيام والصلاة، اذا ذابت الحيضة صومي واعيد الايام التي افطرتها فيما بعد. السلام عليكم. ايوه استاذ. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. وفيك يا رب. بقول لك لو سمحت انا عايز اسال سؤال، بالنسبه انا ما طلعتش الزكاه بتاع رمضان اللي فات. ها. فهل يجوز ان انا يعني اطلعه مثلا في رمضان اللي جاي مثلا؟ لا عفوا، لماذا لم تخرجها؟ لظروف خاصة. يعني فقير فقر شديد؟ لا والله كان حصل ظرف كده ان الواحد يعني ما يعني كانت الظروف واقفة وكده ما كانش فيه، فالواحد للأسف يعني ما عرفش يطلع. على العموم خرجها من الآن، لا تنتظر بها. من الآن؟ خرجها الآن. نعم. حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضلي. بقول لحضرتك يا شيخ، انا الحمد لله لابسه النقاب ليا 8 سنين، بس انا دلوقتي عندنا ظروف وعلينا دين 15,000، واحنا شغالين يعني شغلانه كده وممكن نمشي منها في اي وقت يعني. فانا يعني كل ما اروح ادور على شغل فكل اللي اروح له معترض على النقاب، وانا مش عارفه اخلعه ولا اعمل ايه. كم عمرك يا اختي؟ 25. لا شابه صغيره، لست من القواعد من النساء، لا تخلعيه واصبري وسيجعل الله بعد عسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. خلاص ماشي. نعم. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا جزاكم الله عنا خيرا. اتفضلي. لو سمحت يا شيخنا، الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن وانها تشد نومة اهل النار، ما حكمه؟ حديث النهي عن النوم على البطن حديث ضعيف، في اسناده راوي يقال له يعيش ابن طهفة وابن طهفة وهو ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. سمعت يا شيخ، انا عندي فلوس حطيتها فين؟ حطيتها في ذهب. في البنك ولا في البوسطة؟ لا في بنك اسلامي. بنك اسلامي. ايوه. فبقول لها نعم؟ لم اسمع. على اي حال البنوك كلها سواء، والعوائد منها الفوائد الربوية حرام، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي سؤال وصمت. تفضل. هل يجوز يعني شخص بيتاجر في ملابس، هل يجوز اللي هو يحسب الملابس اللي عنده ويطلع الزكاة مال، وهل هذا من السنة؟ ملابس؟ اه ملابس. ايه اقول يعني هل يجوز لشخص يتاجر في الملابس أن يخرج زكاة الملابس ملابسة؟ أقول بقيدين: أن لا تكون عنده سيولة، وأن تكون الملابس مما ينتفع به الناس. وقد دل على شيء مما ذكر أن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صاحب الغنم يخرج زكاة غنمه غنما، صاحب الذهب يخرج زكاة ذهبه ذهبا، صاحب الفضة يخرج زكاة فضته فضة، والزروع كذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أهلك مصطفى. تفضل. الله يبارك فيك. لو سمعت بس، كان في سؤال كده، قلت أعمل النهارده من النوم، أعمل النوم وقاتل. نعم. وراح الزوجة يعني، الزوجة بس قالت لي كده سؤال، قالت لي يعني رحت قايل لفظ وحش يعني مثلا، هل ده يسمى قضاء؟ يعني اضطريت لواحد كده يعني. اقعد السؤال يا اخي. بقول لك اتنرفزت
المدام وكده وخلتنا اقول يعني نص الطلاق يعني هل ده يوقع؟ قول ايه يا جماعه مش مشوش خالص يا جماعه ركز في السؤال بس لان في تشويش مش سامع الصوت بدقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانت بخير يا شيخ. نعم ما السؤال؟ ايوه انا كنت من سنين طويله كده بذبح ضحيه وكان جوزي مريض كنت بذبح الله يعزك خروف. فانا ما كانش في نيتي لا ندر ولا قلت لفظ الندر خالص بس قلت كده ان شاء الله السنة الجاية ان احياني ربنا هذبح عجل وبس ما ندرش ما قلتش على نادر علي. فانا دلوقتي ضميري بيأنبني هل ده ندر او فيه ولا الاعمال بالنيات انت تقولين لم انوي نذرا وقدمت المشيئة ولم تنوي النذر فليس بواجب عليك وان فعلت فهو افضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته دكتور شيخ. نعم تفضل. بقول لحضرتك يا شيخ انا عندي شغال في التجاره تمام؟ عندك ايه؟ عندك ايه؟ شغال في تجاره كرتون وكده. لا لحظه عفوا عندك ايه تاني؟ انا شغال في تجاره الكرتون فانا بس عاوز اعرف عليها ذكاء ولا ايه؟ شغال في يعني الكرتون؟ اه بس كده الشغل والسؤال ماذا شغال في الكرتون وبعد والفلوس دي في الشغل هل عملت زكاة؟ فلوس ايه؟ الفلوس في الشغل يعني شنو انا شغال فيه؟ لا زكاة؟ شغال في الكرتون؟ اه وعلى يعني قصدي يعني المال اللي معايا في كل في الشغل دوت. لا شوف يا شوف اسمع المواد الخام التي عندك التي تباع وتشترى تقوم والفلوس السائلة التي معك تقوم والديون الحية التي لك عند الناس تضاف إلى ذلك والديون التي عليك للناس تخصم ويزكى المتبقي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت سؤال بس. تفضل. هل الافضل هو اشهار الخطبه بين الاهل والاقارب والبلد مش عارف ايه وكده ولا الافضل هو يعني ان يكون الخطبه بين الاهل خاصه الاب والام واب وام المخطوبه وهكذا؟ كله جائز كله جائز لان الله قال لان النبي قال عليه الصلاه والسلام لا يخطب احدكم على خطبه اخيه فاذا هذا سيستلزم ان نعرف المراه مخطوبه او ليست بمخطوبه. واما حديث اعلنوا النكاح واكتموا الخطبه فلا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ عايزين بس نعرف النهارده يعني 15 شعبان ولا 14؟ والله يا اختي هو في مصر اختلف التقويم في مصر عن السعوديه. السعوديه تمت ال 15 اليوم الليلة في السعودية ليلة 16 وعندنا في مصر اختلاف الرؤى الليلة ليلة 15 الليلة ليلة النصف في مصر فبأي رأي اني اخذت لا جناح عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ اي نعم. نعم بنقول لك يا شيخ عندي سؤال لو سمحت. تفضل. زكاة الفطر في رمضان ينفع نطلعها مثلا للنسايبي وهم ظروفهم ايه على قد حالهم وكلام من ديت؟ لمن؟ زكاة المال زكاة الفطر في رمضان للنسايبك؟ للنسايب اه يعني اللي هم اهل الزوجة اهل الزوجة يا شيخ اذا كانوا فقراء لا بأس. اه ايوه يا شيخ فقراء هم اولى لا بأس هم اولى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت يا فضيلة الشيخ انا كان عندي لا مؤاخذة جاموستين. عندك ايه؟ جاموستين. عندك جاموستين. اه وقلت ايه؟ لما يولدوا هذبح منهم ايه؟ واحد لله. جت بنتي قال لها عريس. ايه؟ قال لها عريس لبنتي. اه. وبعت الاثنين العجول. بعت العجول وجوزت بنتي. يعني خلفت النذر خلفت النذر.
كده حرام ولا خلاص بقى؟ النذر في ذمتك، النذر في ذمتك، لانك قلتي ان شاء الله اذا ولدت الجاموستين ساذبح واحد من العجول لله، ولدت الجاموستان وبعد ذلك لم تذبحي واحد لله، بعتيهم وجهزت البنت، في ذمتك النذر واستغفر الله، عليك بالاداء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. النبي عليه الصلاه والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسالوا لي الوسيله، فما هي الوسيله؟ وعندي سؤال ثاني لو سمحت. ها. ما السؤال؟ ما هي الوسيله وما هي فتنه القبر؟ كنت عايز اسال اعرف ايه السؤالين دول. ما هي الوسيله؟ ما هي الوسيله معروفه، لكن ايه السؤال الثاني؟ ما هي صفته؟ ما هي فتنه القبر؟ في حاجه اسمها فتنه القبر؟ ضغطة القبر؟ ماذا قال؟ فتنه القبر، في حاجه فتنة اسمها القبر. فتنه القبر، اما الوسيله فهي منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد واحد من عباد الله يرجوها الرسول لنفسه، فهي منزلة في الجنة. وأيضا أحيانا تطلق الوسيلة على شيء آخر، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهي التقرب بالأعمال الصالحة، فكان ناس من الإنس يعبدون جنا فأسلم الجنيون وبحثوا عن أعمال تقربهم إلى الله يتوسلون بها إلى الله، لكن الوسيلة في الحديث واسألوا الله لي الوسيلة منزلة في الجنة. فتنة القبر هي سؤال الملكين، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الاختبار في القبر. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وختاما نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمتهم على كتابه وسنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.